الإمام أبو عبد الله سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه دخل إلى معادلات الله الكبرى، لماذا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام هو وحيد الله، هو فريد الله؟ هذه العبارة واردة في زيارات عديدة صحيحة. وتر الله، السلام عليك يا وتر الله الموتور في السماوات والأرض، في إحدى زياراته الصحيحة. في زيارة عاشوراء، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. الوتر يعني ماذا؟ لا أريد أن أتوقف عند هذه الكلمة، قبل سنوات شرحت هذه الكلمة. الوتر هنا بمعنى الفريد. السلام عليك يا وتر الله يعني السلام عليك يا وحيد الله، يعني السلام عليك يا فريد الله، يعني السلام عليك أيها الحسين الذي لم يخلق الله سبحانه وتعالى وسوف لن يخلق الله سبحانه وتعالى مثيلا لك. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ماذا صنع حتى صار فريد الله؟ دخل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إلى معادلات الله الكبرى. صنع شيئا وأشياء خصوصا في واقعة عاشوراء. ما صنع مثلها أحد من الصالحين، من الأولياء، من الأوصياء، من الصديقين، من الأنبياء، من المرسلين، وباستثناء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لا يتمكن أحد أن يصنع مثلها. غرائب عاشوراء، قضية عاشوراء، بدءا من المدينة إلى رجوعهم إلى المدينة، قضية مذهلة غريبة جدا. الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في هذه القضية أبدى لله عز وجل توكلا لا نظير له، انقطاعا إلى الله سبحانه وتعالى لا نظير له. هذه المعادلات الكبرى لله عز وجل. إطاعة لله عز وجل لا نظير له. المعصومون من الأنبياء، من الرسول، من الأوصياء، كلهم مطيعون، ولكن إطاعة مثل إطاعة الإمام الحسين لا تجد.